أهلا وسهلا بكم في مدينة دوحة عاصمة قطر. دعواتكم إلى جميع أنحاء العالم. يشير التوقيت المحلي هنا إلى الساعة 6:05 مساء. لسلامتكم أرجع من حضرتكم البقاء في مقاعدكم مع إبقاء الأحزمة المربوطة إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارات ربط الأحزمة. الرجاء التأكد من أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة، ورجاء الانتباه بأن يمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك في المطار. يرجى العلم بأنه الآن يمكنكم استخدام الهواتف النقالة إذا رغبتم بذلك. إذا كانت الدوحة وجهتكم النهائية، رجاء التوجه إلى مبنى القادم لاستكمال إجراءات الجوازات والجمارك واستلام أمتعتكم. يرجى من حضرة المسافرين متابعين برحلتهم على مدى الخطوط الجوية القطرية اتباع لفتات ترانسفيرز تحويل الرحلات. المسافرين متابعين برحلتهم على مدى الخطوط الجوية القطرية مع الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال مدعوين لاستخدام بريميوم ترانسفير الحصرية في صالة تحويل الرحلات في المطار. بالنيابة عن خطوط الجوية القطرية والتحالف العالمي الواحد وقائد الطائرة الكابتن ألكسندر، نتمنى لكم إقامة رائعة في الدوحة وإسم أنتم مواصلين رحلتكم إلى وجهات أخرى. نحن نتمنى لكم رحلة آمنة. نعمل أن تكون خطوط الجوية القطرية ضمن مخطط سفراتكم المستقبلية للمزيد من الوجهات المتنامية على شبكة وجهاتنا العالمية. الخطوط الجوية القطرية معا إلى كل مكان. نشكركم وطاب مساءكم بكل خير. سيداتي وسادتي، لضمان سلامتكم والمحافظة على التباعد الجسدي سيتم النزول من الطائرة حسب ترتيب الصفوف. لذا نرجو من حضرتكم البقاء جالسين في مقاعدكم حتى نزل المسافرين في الصف الذي أمامكم من الطائرة. ونود أن نذكركم بارتداء كمامة الوجه أثناء نزولكم من الطائرة وخلال مواصلتكم رحلاتكم مع الخطوط الجوية القطرية وحتى وصولكم إلى وجهتكم النهائية. وشكرا لكم. Ladies and gentlemen, welcome to Doha, the state of Qatar, your gateway to the world. The local time is 6:10 in the afternoon evening, and the outside temperature is 22 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated areas of the airport. You may now use your mobile electronic devices if you wish to do so. If Doha is your final destination, please proceed to arrivals to complete your immigration formalities and collect your baggage. If you are transferring to a Qatar Airways flight, please follow the signs to transfers. Customers traveling onwards in first and business class are invited to use the exclusive premium transfer facility in the transfer hall. On behalf of Qatar Airways, the One with Alliance, our numerous co-share partners, and Captain Alexander, we wish you a pleasant stay in Doha or a safe journey to your final destination. We hope you will include Qatar Airways as part of your future travel plans to any of our growing number of destinations worldwide. Qatar Airways, going places together. Thank you and have a good evening.